في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ونحن نيام، جاءت قذيفة وحطت بالحوش حق المنزل، ونحن كنا نيام، وهذا منزل في وسط المدينة ليس موقع عسكري، ولا هذا نقول العالم كله ينظر إلى مقذوفات الحوثي التي تأتي على الناس وهم نيام في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، الناس آمنين في بيوتهم والقذائف تأتي عليهم، يدعون أنهم أصحاب مسيرة قرآنية. أين الحل؟ المسيرة القرآنية يقذفون على الناس مقذوفات وهم نيام في بيوتهم، هل هذا يعني من المسيرة القرآنية أن يقذفوا علينا بهذه القذائف بعد منتصف الليل؟ هل نحن أهداف عسكرية؟ وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في تعز أحمد مكيبر. أحمد مرحبا بك. اهلا وسهلا بك استاذ المشاهدين. احمد، ضعنا في صوره واضحه عن الاستهداف الحوثي الارهابي للاحياء السكنيه في مدينه تعز. يبدو ان ميليشيا الحوثي الانقلابيه لا تكف عن استهداف المدنيين بشكل مستمر، خاصه عندما يتقدم الجيش الوطني في كثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثيه. ليلة أمس شهدت الكثير من القصف، أو شهدت مدينة تعز قصف عنيف من قبل ميليشيا الحوثي. هناك تقدمات للجيش الوطني في الجبهة الشرقية تحديدا أمام محيط الأمن المركزي، كذلك هناك تقدمات في الجهة الغربية في مناطق جبل حبشي وبقبنة والعديد من المواقع الاستراتيجية. ميليشيا الحوثي بطبيعتها كما تعودت سابقا وحتى اليوم انها تقصف المدنيين بشكل عشوائي، هي تنتقم من المدنيين وتنتقم من الناس. هناك الكثير من الجرائم في سجلها على مدى منذ الانقلاب في 2014 وحتى الآن. نعم أحمد، إلى أين وصلت المعارك في جبهات القتال، وما أهم المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني خلال الأيام الماضية؟ المعارك لا تزال مستمرة وتشهد بين الحين والآخر هدوء حذر، وكذلك تشتد ضراوة بعد يعني في الساعة الليلية من كل من هذه الأيام. بطبيعة المعارك فإن الكثير من المواقع التي تم الوصول إليها للجيش الوطني هي ذات أهمية استراتيجية، خاصة في المناطق الغربية من محافظة تعز، حيث أن حوالي يعني ربما هناك مسافات قليلة تربط ما بين مناطق الساحل بالمحافظة. إذا تم السيطرة على تلك المواقع ربما يتم قطع خط الإمداد لميليشيا الحوثي ويتم فك الحصار عن مدينة تعز. كذلك هناك تقدمات وتضحيات ومواقع مهمة جدا للجيش الوطني في الجهة الشرقية. إذا تم الوصول إلى مناطق الحوبان فإن المعارك تدور الآن قريبة جدا من تلك الأماكن المهمة لمحافظة تعز، ونحن نعرف أن بالنسبة للمواجهات داخل المدينة، عفوا في أطراف المدينة، هي مواجهات من منزل لآخر، وهي صعوبة يعني وجود ألغام، وجود العديد من المعوقات، لكن هذا أمام تضحيات ومعنويات الجيش الوطني فإنه يهون مقابل الوصول إلى مواقع من شأنها فك الحصار عن مدينة تعز والتي تعاني منه المحافظة منذ 6 سنوات. نعم أحمد مكيبر مراسلنا من تعز، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.